البارحة اليوم الظهريات من شي ساعة ضرب صاروخ طلع من التبحارة كلها، وغير شي الله من التبحارة من أول سلف ما في الدومري سلم خسارته تبعت باشكوي الحندرات عبيجي يتفشش المدنية هون لكن يروح يتفشش عند الجفاتيك خيش ما عبيك القتل شلون عم يتدبح شبابه هو والإيرانية والروسية واللي معه العراقيين اللي معه الكلاب اللبنانيين كمان عبي صار الفرق هون بالعالم هون الله يخرب دياره إلهي الله يخرب دياره الله يخرب يوم تعبي خجر العالم طلع حواش كلها 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 ما في حدا ما في دومري لك مغيش مهجرين عم هدم بيوتهم كمان العالم تهجرت حارة كلها هون باب الحديد ما في حدا ما في غير الشامات عد العالم الموجودين كلها بيطلع ما بتجاوز 300 شخص تفرج ايش مسوي الحارة تفرج هون في جيش حر هون هون في ارهابية هون هون في حجر ما في غير حجر بيوت التعبانة الشكوى غير لرب العالمين مزلي خليه يزعر خليه هلا تفرج علينا كل القنوات وكل الدنيا بعتونا سلاح طيران بس سلاح طيران ما بدنا شي غيره لك عنا رجال لك عنا ابطال لك عنا اولاد لك عنا خير الله شباب اخي عارفين شلون جاهزين للموت في الوطن وفي عرضنا وفي نسواننا اعطونا سلاح بس نشتغل فيه لا نفرجيهم على الكلاب شلون من عين يضربونا بس وهذا بوت مو بوتين بوتين بوت هذا بوت بوت على الاجر الاجر اللي راكبني بالاتحاد السوفيتي معاه في الدنيا كلها ما حاش تقاتل هنيك بالعراق انت على امه ابو العراق وانت على بالبوسنه بالهرسك جاي فضي هون يسوي عضلاته عنا هون خليه ينزل على الارض خليه ينزل هو سلاح على الارض نفرجيه حاله شلون شو يعني نفرم فيه ولا ما نفرم فيه شو يعني